Salut دايرين لاباس عليكم جيسبر تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في فلوج جديد على لاشين ديالي انا وهذه الصديقه هذه. بالنسبه لهاد الاخت اللي ما غاديش يعرفها جات هجمت علينا في الفيديو هذه ياسمين صاحبتي من الطفوله من شحال 9 سنين انا 19 ايوا هي ديك على الاقل 15 عام ولا 15 بقيت انا دابا غادي نتقواو هكا واخا يلاه دابا تفكينا وبغينا نخرجوا هكا ناخذوا شي كافي باش نطلعوا المورال حيت اليوم المورال بصح ناس طايح بزاف راكم عارفين مع رمضان وكتفكروا الصيام وداك الشيء خصنا ضروري ندوزوا شي وقيته قبل رمضان باش ما نحسش بالملل. بقيت هنا دابا عاد وصلنا لهنايا لواحد البلاصتو كيعجبني بزاف سميتو كتنسى عليا بيبينيو بيبينيو واعد بزاف كالم 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 بزاف وفيه بزاف العشاق هما اللي فيه انا ويا سكينة غادي نخلص على الراس وغادي نجلسو هنايا وصافي هادشي اللي كاين خرجنا دابا من الريستو ما قدرناش نصور لكم فينك الاخت يا اجي ما قدرناش نصور لكم حيت كانوا طالقين الموسيقى وراكم عارفين مع اليوتيوب القوانين ديالو وداك الشيء ما خصش يكون دوك الاغاني حيت كيتسمى الكوبي رايت. صافي هذا الشيء اللي كاين فين غنمشيو الصغط ها ويلي يلا تحت حتى نمشي ما ماشي غنمشي لها فيها راه ضبط الستة وكحلناها غادي نوليو بحال الفلوسات تبارك الله عليك انت عندك شحال دابا تقولي تبارك الله علينا تبارك الله عليك يما اللي خرج كاع اللي خرجوا تقنطوا حيتاش الجو كان زوين في الصباح في الصباح كانت باينه الشتا بلي غادي تطب ولكن دوك جوج الجوج ربعة كانت شميشه والجو زوين وهذا وهذا ما جينا حنا فين خرجنا بقينا الشتا في الدار سبحان الله عاد يا اختي كنا جالسين عاد طاحت عاد طاحت واخا كتشوفوا الشتا راه ما كاينش البرد ما كاينش البرد نهائيا واحد الجو واعر واخا هكاك انا راه هاد الجو هذا واخا كتبين فيه ديك الدبيبه وديك الشتا وديك الريحه ديال الطلاب. انا دابا غادي للمروه انا عيانه مش شايفه شي المروه بغيت ناخذ انا واحد اللعيبه كنت شفت شي حاجه ديك المروه وبقيت صغابه ما تكونش لا لا تقدر تكون هادي راه الاخت هادي سبحان الله فين ما كتبغي تخرج معايا انا عاد هي كتعيا عاد هي كيضرها رجليها ويضرها راسها عندكم السيمانه كامله وانا كنطاجيها من 8 ديال الصباح حتى 6 ديال العشيه واش كنتي في منعيه ايوا صاحبي اليوم واحد القضيه والله تنقولها لكم فين ما كنخرجوا كتصب الصا تجيك المره وتجي من داك اللي مشينا للصفا عندك بوتيكه واحد البوتيكه يلا كانت تحت هاد تحت هاد هاديك الشتا ديالو بصح ولينا بحال ولينا بحال السبدينات وعاد دابا الشتا وديك النهار ملي كنا جينا للكيتيرا كانت شبات الشتا ما بقاش اختي تدخلتي معايا ما نخرج معاك صافي صافي برجلي برجلي انا مقفوله انا مقفوله ولا هذا انا حامله وي 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 المهم حنا قربنا نوصلو للمروة خفي رجليك راه غادي تسدو مع 8 غادي تزلقي انت شحال مرة كيوات لي رجليها بعدا العين ديالك شوهتيني حرام عرفتي شي دو فوا ولا كوا فوا واقيلا كندير فوت وكنعاود وحدة ماكدو وحدة في التراك ديال حدا جوج حدا ماكدو جوج حدا ماكدو وحدة دابا ايوا اختي انا راه شاده في الصديقه ديالي باش ما نزلقش انتما يلا شدتني نزلقو بجوج المهم حنا وصلنا للمروة حدا القهوة احنا وصلنا واحد اللعيبه كنت شفتها واحد المره وعجبتني وغادي نجي هنا نشوفوا واش باقا لا ما باقاش داك الكاب اللي جات على قبل لقيتو ما بقاش هنايا بصراحه زوين بزاف دوماج سي
نمشيو نتجهو لهداك ماشي الباساج نقطعو الشانطي الشانطي ياو ياو. المهم دابا تقريبا فين ياسمين تسريتي كانت مشى بالزربه دابا تقريبا هكاك 8 قل 2 دقائق ما كنعرفش الساعه غنمشيو كنطيرو ديفاكتو نشوفو واش باقا كملي سخفت غنمشيو ديفاكتو كرطابل انا كنت باغا نشري واحد الكرطابل زوين لو كنتو باقي غناخدو عرفتي ديك ليها طوال كتمشى بالزربه انا رجلي صغار بحال كنجري دايره بها الماراثون كنجرها انا كنتمشى وهي كتجري شوف هاد البيه اللي كاين في السماء انا يلا نمشيو نجري باش نوصل دي فاكتوره هي اون فاسيله انا دي فاكتو سيدا واحد القضيه اخرى اللي قلتها لكم غتموت غدا نجي ناخذو جينا دايزين قربنا ندخلو دي فاكتو تخيلوا واقفين جوج بوليسيين بوليس واقف هكاك بعقلو ويقول لي اشنو الزين مونا تصفر تصفر مولا تزين وانا نضر وانا نقول باش بوليسي هذا خاطرش مضايق لقيت شي بوليسي اول مره نشوف شي بوليسي كينو راه بزاف اوي يلا مازال ما سالينا مع واحد نقز الاخر من طروبيل جوج من طروبيل مازال طروبيل الطوبيس هكا فين غاديين زعما يلا نركبكم انا كنهضر لكم على البوليسي ودي زيد وزين زين واحد بغا يبدا لنا ولكن بقينا كنديرو فيديو وانا راه كنخاف وما تلقينيش حيت هكا اشوف كيفاش كنعيط غير كتخلينا يلا دابا دخلنا للدار ندى هي كتوجد باش نعاودو لكم كلشي على الصابو صابو ديالي ديال السبيطار اليوم خرجنا باش نفوجو وقعت واحد الكارثه اللي كبيره بزاف غادي نعاودو لكم هي راه فيها مترو و 63 انا فيها غير مترو 59 المهم انا غادي نقاد لكم هذه البوله هذه باش هكا ديال الاخت بولا هذا ماشي انستغرام باش هكا نعاود لكم ايوا صافي غادي نعاود لكم اسم ترى لينا وغتبدا لكم ياسمين حيت هي اللي هي اللي قالت الشيء يلا هضر ماشي انا المهم انا ملي كنا بغينا نخرجوا نت انا للطواليت ومنين خرجت لقيت ندى كتسناني برا انا على بالي راه هزات كلشي المهم خرجنا مشينا تضربنا نص ديال الناس على بالها هزات كلشي رد حسن انا وياها قبيله غير بسبب هاد الكلمه هادي على بالها لا على بالك بلاتي دابا واش كاين شي حد ما غاديش يدي معاه التليفون ولا اول حاجه راه غت اش غادي ندي معايا التليفون للطواليت ضروري غتخشي صاحبتي طواليت ما علينا هي صدقات فيا انا غنهز داك الشيء قالت لك لا واه انا اللي مني لافولت وهكا كتقول لها مره اخرى غندقك صافي ما علينا هي ملي خرجات من الطواليت جات عندي نيشان لقاتني انا واقفه بهز الكارطابل هاو الصاك ديالي وقلت ليها يا ماما باش زعما ما نتعطلوش ونبقى لينا الوقت باش هكا نمشيو ندورو خرجنا من الريستو صافي ديك الساعه مشينا لمروه درنا هكا ما لقيتش انا داكشي اللي بغيت ما خديت والو وكنا غاديين جايين هكا في الطريق راكم شتونا راكم زعما بارطاجينا معكم ملي كنا جايين في الطريق وداكشي ثاني لقينا في الطريق هكا وصلنا نص ديال الطريق ديفاكتو نسمع ديفاكتو فكرت واحد الاب ديالي كاع ما صونا عليا ما فكرش فيا فين كنخرجوا تليفوناتنا ما كيزقاوش من صونيطات هاد المره جاتني بيزار كيفاش بابا ما صوناش عليا جيت نقلب كارطابلي ما لقيتش نهائيا التليفون ديالي اول حاجه انا فكرت فيها هي انا تسرق يعني ماشي قلت لا راه نسيتو ولا شي حاجه قلت صافي راني تسرقت من بعد انا بديت كنترعد ندى ساي بدات كترعي اكثر مني انا دايره مونطافيو حيت انا معوله باللي غادي صوني عندها هي وماما اصلا بعد ما كتصوني غير مع عندي ياسمين بلا ما كاين لا تليفون عليا انا حيت انا ديما معروفه على القضيه ديما التليفون باش كيقولوا على مونطافيو العلبه الصوتيه انا ما عرفتش شنو كيقولوا انا ديما انا دايره مونطافيو فوالا هادشي اللي كاين قلبنا لقينا ما كاينش التليفون ما عرفنا ما نديرو تخربقنا والفكره اللي ما طاحتش عليا هي ديزاكتيفي انا ديك مودافيو نشوفو غير اشنو كاين حنايا ما ديزاكتيفيناهاش خلينا التليفون ديالي مخبي
وجلست نحل البيلات هي كتشوف فيا كنشوف انا شويه بغيت نبكي نصافي انا مولا التليفون وما كنتش غنبكي وانا راه تخلعت ديك الوقيته راه كتحس بحال الصفار جا عندك كنت شنو الصفار يكون حداك نبي غير باش ما نتلبش شوفي غير هذاك كيفاش درت معاه ايوا صافي اه غير هذاك وشوفي كيفاش درتي معاه اه انا اللي كنت اسفر متري الله سلمك المهم من بعد حيدت هي الموت قبل لا دابا هي مبقينا بحال هكاك ما عرفنا شنو غنجيب كانوا واقفين في بلاصتنا وانا نقول لها شنو غنديروا نعيطوا على باباك من عندي انا ونعيطوا ليه ونقولوا ليه يجي عندنا ومن نلقى 6 ديال لي زابي ديال واحد النمره ما عرفناش ما عرفتش انا ديك النمره ديال من بعد منين عاودنا صونينا على ديك النمره بعد المره الاولى ما جاوبتناش المره الثانيه ما جاوبات حتى المره الثالثه هاد هي اول حاجه دايره في هذا فون ديكرون دايره تصوير شي انا وياها هنايا يعني قلت شي حد غيكون شافني وعرفني وصور عليا ما علينا بدينا كنصوروا على ديك النمره كنصوروا ما كتجاوبش حتى المره الثالثه وما جاوبونا قالوا شكون معايا انا مول ريستو داك مول ريستو صاحب بابا ومي هز جا شي واحد دوك الكارسون اللي كيكون تما هز التليفون مشى عنده قال لي ها واحد التليفون راه لقيتو تما ما عرفت ديال من هو شاف التصويره عرفني انا بلي بنت بابا بلي بنت صاحبو وصافي قال لي راه نسيتو التليفون في هنايا في الريستو راه زعما في الامان عندي وما هذا الشيء بعدا راه هو حنا داك التليفون ما جاوبنا حتى رفقنا الامان مشينا للريستو هزينا التليفون شكرنا داك السيد بزاف قلنا ليه معتي وكذا كذا 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 خرجنا من تما ما لقاوش عندنا فلوس الطاكسي يا صافي لقاوش عندنا فلوس الطاكسي ضربناها كراعية الى رجعنا حتى للدار والشتا داكشي باش حنايا دابا واخا الشتا برا راه كاين البرد في الدار وكاين الموت ديال الصداع واخا الشتا كاينه برا الصهد كاين في الدار ايوا صافي هادشي اللي كاين وفرحنا بصراحة بعدا ملي رجع التليفون بدات كانوا فيه شي تصاور زوينين ديال 2016 ديال شحال هذا خصني نوريهم واحد التصويره يلا بلاش عطيني شي لا لا عافاك وحده تعطل صافي باش جبدها تجبدها من ديك الساعه المجا هي لقات التصويره على سنتنا لا ما غاتبانش اتبان واو يعني تيتيز كنا زعرات هزت الخرجه زوينه واخا دازت علينا وصافي وهادشي اللي كاين نتمنى يعجبكم هاد الفلوق هذا ديال اليوم وبيان سور لايككم ما تنساوش تخليو لينا داكشي لايك ديالكم حيت اللايك ديالكم كيهمونا بزاف وكيشجعوني وحيت ماشي كيشجعوني هي اول ما غتبان معايا ملي غتبان وغتبان غتبان حتى هي اللي كيشجعوها ونحل الشان وندير فيها الطبخ كتعرفي الطبخي باز او غرو بيزو ليكم كاملين 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 كاملين